والعرش يختلف عن الكرسي. وإذا بعض المفسرين وللأسف يمكن انطلت عليه إحدى مقولات الإسرائيليين فقال إن الكرسي هو العرش، وبالتالي لا فرق بينهما، بل نسب إلى ابن عباس وهو منه بريء أنه فسر الكرسي بأنه العلم، والصواب أن العرش يختلف عن الكرسي. والعرش باختصار كما جاءت بذلك النصوص هو سرير له قوائم، ليس بفلك مستدير كما يقوله البعض، وإنما هو ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو أكبر المخلوقات، وهو أعلى المخلوقات، وهو كالقبة على العالم. وقد جاء في المسند ما ذكره ابن كثير رحمه الله في البداية من أن حامليه أربعة على صورة رجل، وثور ونسر وليث، ولا يلزم أن يحصى العدد في هذا، فقد يزيدون أو يزيدهم الله عز وجل في يوم القيامة، وهذا مصداق قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. والكرسي هو موضع القدمين لله عز وجل، وهو كالمرقاة إلى العرش، هذا ما جاء عن السلف رحمهم الله. وقد جاء في حديث ما السماوات السبع عند الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلا، هذا الكرسي إذا قولنا بالسماوات والأراضين فإنها تعد شيئا يسيرا بمثابة الحلقة الحديدة في أرض فلا، هذا الكرسي. وما الكرسي عند العرش إلا كحلقة ألقيت في فلا، سبحان الله. إذن كيف بالخالق عز وجل؟ لا يستحق أن يعبد وأن يتوكل عليه.